صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالي سليمه بيوتي. مرحبا بالناس جداد اللي عاد دخلوا عندي لاشين ديالي. كنشكركم بزاف على دوك لي كومونتير زوينين. اليوم واحد الفيديو كيف ما كتشوفوا بعدا، انا راني ماشي في الدار. كما كتشوفوا انا في دار ولد خالي. يلا شرا واحد لابارتمون ما شاء الله غزاله. كنطلب منكم انكم تقولوا ليه مبروك عليك. دابا جيت عندهم للدار لان بغات. راكم عارفين حنا المغاربه يعني الناس ديال الجود وديال الكرم، راكم عارفين البنات. بغات تصايب حليوه باش يجيو عندها الناس اللي غادي يباركوا ليها، لا فامي والاصدقاء، وراكم عارفين البنات. جيت اليوم باش نعاونها نصايبوا واحد الحليوه. خليكم معايا ما تمشيو فين، انا دابا غنمشي نبدل حوايجي وخليكم معايا باش تشوفوا معايا الحليوات اللي غنصايبوا. يلا باي باي. انا رجعت معكم، سمحوا لي ما صورتش لكم اللقطه ملي كنت كنعجن الصراحه العجينه لان كانت ديشارجي لي تيليفون، سمحوا لي بزاف. المهم دابا نقول لكم المقادير ديال العجينه. نخليهم لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا شنو هما المقادير ديال هذا الصابلي. هذا اللي غندير غنصايب واحد الصابلي باش تعرفوا شنو هما المقادير ديالو. صابلي عادي، صابلي بريستيج وصافي. المهم المهم خليكم معايا ما تمشيو فين، هانتوما غنشوفوا كلشي معايا. بعد ما ساليت شوفوا هانتوما غادي الفران ديال الزنقه. اليوم غادي نطيبوا الحلوه في الفران ديال الزنقه. غنديها باش طيب، هانتوما خليكم معايا باش نوريكم كي غيجي داكشي. بغيت نوريكم واحد الكيكه غزاله الصراحه، صايبتها مرت ولد خالي حسنا زويونه تبارك الله ما شاء الله. صايبتها لنا باش نديروا الكوتي هي وواحد شي حويجات اخرين، خلي حتى في الاخر الفيديو باش نوريكم شنو صايبات. شي حاجه رائعه وعندها تبارك الله شي وصفات وشي حوايج مازال ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في القناه ديالي. المهم انا غير صراحه رجعت من الفران وطحيتها زعما طيبات الكيكه مني طابت ودريساتها وداكشي، قلت نوريها لكم. يلا البنات خليكم معايا من بعد ما نجيب الحلوه من الفران ونتلاقاو من بعد. السلام عليكم. هاني رجعت عندكم. مرحبا بيا عاوتاني. مشيت جبت الحلوه من الفران بعد ما طابت. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله كتجي لون واحد، هادشي باش كيعجبني نطيبها في الفران ديال الزنقه. دابا غادي ندوزو للمرحله الاخرى هي التزيين. خليكم معايا ما تمشيو فين، هانتوما غتشوفوا معايا الفيديو. نخليكم معايا البنات، خليكم معايا، خليكم ما غتمشيوش هانتوما ما تشوفوا. غادي بعد ما وجد ليا الشوكولاته ديالي، سمحوا لي البنات لان التصوير عندي شويه. المهم قبلوا عليا، قبلوا عليا وصافي. المهم دابا غادي نبدا لا ديكوراسيون. خليكم معايا مازال باش نوريكم كيفاش جا الصابلي ديالنا من بعد التزيين ديالو. يلا السلام عليكم البنات. واخيرا استدينا التزيين ديال الصابلي بريستيج ديالنا. كما كتشوفوا درنا 4 ديال الشكيلات اولا 5. درنا هذا بلوز ايفيلي وهاد البابيون صراحه كتجي زوينه بزاف. وهاد الشكيل هذا بالشوكولا نوار والشوكولا بلون حتى هو كيجي زوين. وهاد القبيبات حتى هما كيعجبوني كيجيو زوينين. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتقبلوا عليا لانكم عارفين اني باقا جديده. سمحوا لي الا كان التصوير ماشي مزيان. المهم البنات تهلاو في راسكم وتصبحوا على خير ونتلاقاو في شي فيديو واحد اخر. وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم وتشتركوا في القناه. السلام عليكم البنات، تصبحوا على خير.